ومعنا من تل أبيب أوفر جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي. سيد جندلمان، ما الذي سيجد اليوم بعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس؟ ما الذي سيغيره ذلك في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ نقل السفارة الأمريكية هو بمثابة مؤشر إيجابي يدل على دفع عملية السلام قدما. ولماذا؟ لأن يجب على السلام أن يكون مبنيا على الحقيقة وليس على الأكاذيب. أورشليم هي عاصمتنا منذ 3000 عام، عاصمة الشعب اليهودي، وهي عاصمة دولة إسرائيل منذ تأسيسها عام 48. نفي وإنكار هذه الحقيقة هو ما أدى إلى استمرار الصراع. يجب الاعتراف بالحقائق التاريخية وبالحقائق كما هي وبالواقع. ولذا نحن نشجع باقي الدول على نقل سفاراتها أيضا إلى أورشليم، وطبعا نرحب بقرار دولتين أخريين غواتيمالا وباراغواي بنقل سفارتيهما إلى أورشليم خلال الأيام القريبة المقبلة. نجري اتصالات مع دول أخرى كي تقوم هذه الدول أيضا بنقل سفاراتها إلى العاصمة. نعم سيد جندلمان، بالنسبة للحقائق التاريخية، جميع حفرياتكم تحت القدس لم تسفر عن أثر تاريخي واحد يثبت أحقية اليهود في المنطقة. أما عن الأمر الواقع الآن فهو ما حصلتم عليه بالقوة العسكرية، وكأنكم تقولون للفلسطينيين اذهبوا وتسلحوا وقاتلونا لتطردونا من هنا، فهل هذا يصنع سلام؟ ما تفضلت به غير صحيح على الإطلاق. يعني نحن عثرنا على مئات الألوف من القتل الأثرية التي تثبت تاريخنا وصلتنا بهذه الأرض. ولكن هل ممكن أن تقول لي أنت من كان الملك الفلسطيني الأول على هذه الأرض؟ من كان ما كان لم تعلنوا منها شيئا، لم يعلن منها شيء حتى الآن، أي شيء من هذا القبيل؟ لا، لأنه لم يكن هناك أي تاريخ آخر. لا توجد آثار فلسطينية، لا توجد آثار لم يعلن أي شيء من هذه الآثار، عفوا، يهودية. أما العملة الفلسطينية فهي موجودة هذا الواقع، ولذا هذا الصراع مستمر. ماذا هي؟ ماذا هي العملة الفلسطينية؟ سميلي العملة الفلسطينية قبل 100 عام و200 عام و500 عام. الجنيه الفلسطيني، الجنيه الفلسطيني. ما هو اسمها؟ لا. هذه العملة هي عملة بريطانية يا سيد الكريم. هذه العملة الفلسطينية قبل تأسيس إسرائيل كانت هي لا يمكن تصوير الجنيه الفلسطيني. طب هناك حقيقة وأمر واقع آخر أيضا. انتداب البريطاني أصدر عملات نقدية ولكن لا يمكن تزوير التاريخ. الانتداب البريطاني، أنت تعتبره تزويرا للتاريخ. في الوقائع أيضا أنت رأيت اليوم كلما سقط فلسطيني برصاص فلسطيني أعزل برصاص الجيش الإسرائيلي على يعني عند حدود غزة، كان يندفع إليه 1000 فلسطيني لكي ينتشلوا جثته غير عابئين برصاصكم. أليس هذا أمرا واقعا؟ إلى متى يمكنكم أن تصمدوا أمام هذا الأمر الواقع؟ نحن أنذرنا وحذرنا حماس والمشاركين في مسيرة الفوضى مئات وألاف المرات كي لا يقتربوا من الجدار. من يريد أن يعتصم ويتظاهر فليقم بذلك بعيدا عن الجدار، ولكن الهدف المنشود وراء هذه المسيرات والاعتداءات كان اقتحام أراضينا وقتل مواطنينا. لذا مارسنا حقنا وواجبنا بالدفاع عن النفس. وعذر من أنذر، اللهم فاشهد. نحن أنذرنا وحذرنا وحماس تجاهلت كل هذه النداءات، وعدد كبير من الذين قتلوا اليوم ينتمون إلى منظمات إرهابية. كانت هناك خلية إرهابية زرعت عبوة ناسفة على الحدود ولذا تم استهدافها. هل هم كانوا عزل؟ هم حملوا الأسلحة، حملوا القنابل اليدوية والعبوات الناسفة وما إلى ذلك. هذه ليست مسيرات سلمية. أيا كان انتمائهم هم لم يحملوا أي سلاح. سيد عمر بندلمان، كانوا الجميع حريصا على أن يكونوا بلا أي سلاح، حتى حملوا الأسلحة حتى من الحجر. سيد جندلمان لم يكونوا يحملوا الحجر. شكرا لك أوفر جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي. لا يا سيدي الكريم، لا يا سيدي الكريم. الآن معنا من واشنطن باسمة الغصين. شكرا لك.